في هذه القاعة وجوه تتنوع ملامحها وتفيض عطاءاتها، وبين أركانها رجل شده جمال البحث والعلم فعشق لغة الضاد والأدب. كانت له بصمة في وضع عناوين الكتب، في آخر الليل فنجان قهوة وقلم وأوراق وعقل يعتصره التفكير في استخلاص الدراسات، حقله لملمة الإحصائيات والاستبيانات وقراءة ما بين السطور إن كانت تقاريراً أو مقالات. كثيرة هي أعماله والإنجازات، ساهم في أن يجعل لإمارة أبوظبي اسماً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وغيرها كثر. إحداها: أنا تلميذ تعلم على يد أستاذ، هكذا يحب أبناء زايد دار زايد، فكيف لا يستحقون الوفاء من دار زايد؟ منذ قيام الاتحاد شهدت الدولة نهضة طالت مختلف القطاعات، وكان من أهمها النهضة العلمية والثقافية. الدكتور جمال سند السويدي كان من الأوائل الذين ساهموا في هذه النهضة من خلال تأسيس واحد من أهم مراكز الأبحاث في العالم العربي. على مدى أكثر من عقد الدراسات التي خرجت من مركز الإمارات للدراسات، ساهمت مساهمة كبيرة في سعة اطلاع صاحب القرار على القضايا الدولية والإقليمية. أن اليوم المركز يعتبر أحد أهم ناشري الكتب السياسية والاستراتيجية في العالم العربي. أبدى الدكتور جمال اهتماماً خاصاً بالدراسات السياسية، وساهم في إثراء الحياة الثقافية والأكاديمية على الصعيدين المحلي والعربي. صعب الفصل بين المركز والدكتور جمال سند السويدي. الدكتور جمال هو المحور، هو المؤسس، وهو الذي أدار المركز وما زال يديره. يعتبر الدكتور جمال السويدي مصدر إلهام وثقة ومعرفة لمعظم العاملين معه. تعلمت الكثير في عدة مجالات في المركز، تعلمنا وتلمذنا على إيده بإعداد التقارير، كيف نحن نقرأ الواقع. أبدى الدكتور جمال اهتماماً مبكراً بالأبحاث وبالدراسات السياسية والاقتصادية في الإمارات، وما زال مؤثراً في هذا المجال. الدكتور جمال يؤمن إيماناً كثيراً بدعم الكوادر الوطنية الشابة. ساهم أيضاً في أن يجعل لإمارة أبوظبي بصمة واضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. شخص صعب، صعب لأنه طلباته عديدة وطلباته دقيقة وعقله منظم وفكره واضح. وللدكتور جمال السويدي أيضاً دوراً فعالاً في تطوير العلاقات الدولية. إنجاز الدكتور جمال على المستوى المهني عظيم، على المستوى الإنساني من خلال استمراره في العطاء برغم المرض، يعني أقف حقيقة عاجز عن التعبير عنه بكل أمانة وصدق. هكذا يحب أبناء زايد دار زايد، فكيف لا يستحقون الوفاء من هذه الدار؟ والآن ندعو الدكتور جمال سند السويدي لاستلام الجائزة، فليتفضل مشكوراً.